تويتر ليش؟ انت اسم الاول احمد الوشاح أحمد. ضرغام ماجد البار امس واليوم ترند تمام. الميديا كلها ترند، القنوات ترند. شنو السبب؟ أي. هذا الاستهداف. لو ذول الاشخاص ما مؤثرين، ما لهم جمهورهم، ما لهم شعبيتهم، ما لهم، ما مشكلين خطر على النظام وعلى الجهات اللي تحاول تتسلق على تجرين، حال حال الباقي. يجيك هسه واحد يقول لك انت ما تمثلني تمام، وانت مو قائد عليه. اذا انا ما مثلك ولا قائد عليك، انت شكو بعد؟ ليش يعني ليش مخبوص على شنو؟ خلاص انت من براحتك. الجهات اللي وراء وصولك الى الترند انت وضرغام، الجهات اللي رصدناها احنا قسم اطاريه زي. قسم صدريه زي. وتبنوها مجاميع خارج العراق، لهم مصلحه. اليوم اكو سيناريو انه تشكل معارضه خارج العراق لضرب الشباب تشرين، او المعارضه اللي موجوده داخل. المصلحه انهاء المعارضه اللي بالداخل تمام، اللي ما قدرت الاحزاب انه تشتريها او تروضها. ذولاك يقدرون، ذولاك بوزاره تعال، لان معروفين هم، توسلوا تمام، انه توسلوا بالعصائب، توسلوا بالصدرين، توسلوا بجهات كثيره كانوا موجودين، قسم من عندهم مناصب في الحكومه، ما قدروا انه اليوم يقول لك جماعه احنا نرتب الامور وياهم، نحول الاضواء عليهم والشرعيه نعطيها لهم، نتخلص من احمد وضرغام وهاي الشباب اللي ما لقوا لهم حل، صار لهم 3 سنوات زين. تمام، ونضربهم، نضرب ذولا الخارج بالداخل.